لكن خلينا نتكلم ان كل جماهير النادي الاهلي بتسال السوبر الافريقي امتى. في وقت من الاوقات كان طبعا انت عارف الكاف كان عامل عقد مع قطر لمده 3 سنوات استضافه السوبر الافريقي في قطر، ولكن من يمكن اسابيع او من اقل من شهر كان خلاص المباراه، قالوا المباراه ستقام في مصر. بعد كده كان المباراه المفروض هتقام يوم 10 ديسمبر. بعد كده كان في اعتراضات من نهضه البركان ان احنا مش هنلعب المباراه السوبر في مصر. ثم توالت مش هقول لك التصريحات الرسميه، لكن بعض الاقاويل داخل الكاف المباراه لا هتكون في مصر يوم 18 ومش بشكل رسمي. لكن اخيرا يعني وصل لدرجه ان خلاص رسميا دلوقتي حتى الكاف بعت رسميا ان هو سيتم بالاتفاق مع دوله قطر ان هو مش قادره تستقبل هذه المباراه خلال الاسابيع القادمه، سيتم تاجيل المباراه الى النصف الاول من 2021، يعني تقريبا من ديسمبر لغايه يونيو اللي جاي هيكون في مباراه السوبر في قطر، مش في قطر، في مصر. برضو هذه المعلومه لم تحدد لغايه دلوقتي. حتى الان صدر بعد قعده النهارده او اجتماع النهارده هو تحديد الموعد، لكن الحقيقه في شقين. حين تم يعني توجيه بخروج السيد احمد احمد على خلفيه حكم من الفيفا، اللي جه مكانه السيد عماري قال انه يجب ان نعود لما كان عليه انضباط الكاف، الا وهو ان يكون طبقا للقواعد واللائحه عندك شروط المسابقه بتقول بطل الانديه ابطال الدوري يستحق أن يلعب السوبر في ملعبه. وبالتالي وأنت تناقش أوراق تحدثوا عن شركات وفساد وكذا، إذن لماذا لا يكون هذا العقد مع الاتحاد القطري؟ لا أتحدث لا عن دولة ولا عن شعب، صحيح. عن الاتحاد القطري لكرة القدم. لماذا لا يكون هذا العقد أيضا هو عقد يمكن مراجعته؟ ليه لا؟ يعني أنت مش بتدور في كل الورق اللي لقيتوه في المكاتب، إيه بقى اللي حصل؟ يبدو أن السيد يعني عماري راح لفكرة صحيحة وحقيقية، لكن نزولا على برضو التعاقدات وأنه لا زال هناك موسم فاصل في عقد الاتحاد القطري مع الكاف، أكيد رجعوا تاني وقالوا له لا يجوز، مع ضغوط مغربية لصالح فريقها وبالونات اختبار. وعظمت جدا يعني موقف النادي الأهلي وموقف كابتن محمود الخطيب أنه لم يخرج حتى ساعة حضوري قدام حضرتك بأي رد، هنلعب مش هنلعب، السوبر لازم يتلعب باللائحة ولا بالعقد، لأنه في الآخر الكلام كله بالونات اختبار من وجهة نظري. إنما النادي الأهلي وبقول لجمهوره أوصل رسالة واضحة جدا شفاهة لمن يهمه الأمر، وبينهم يعني أصدقاء مشتركين قبل مضمون ما الرسالة إيه يا أستاذ؟ مضمون الرسالة الأهلي لن المجلس الأهلي المجلس لن يفرط في أي ما يكون حق أصيل للأهلي الشعار، للأهلي النادي، للأهلي المؤسسة. وبالتالي صارت الأمور، وأنا بأكد لحضرتك أن هذه الرسالة الشفهية شبه الرسمية جدا جدا ما عدا الأوراق هي اللي خلت الدربكة اللي احنا شايفينها في نص الكلام، أنه في معاد لكن بنتواصل مع الاتحاد القطري. يعني لو حضرتك كمان تقرا لنا بالظبط نص الـ 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 الكاف بالظبط بيقول عند نظرا لصعوبة التوصل لاتفاق مع الاتحاد القطري، وكانه اتفاق جديد يعني، حول تنظيم بطوله كاس السوبر موسم 2019-2020 بين الاهلي مصر ونهضه بركان المغرب، قررت اللجنه التنفيذيه اقامه توتال كاف اللي هو اسم كأس البطولة والراعي بتاعه في النصف الأول من عام 2021. يعني مبدئيا حتى ظهر الغد مفيش يناير، بس في اللي حضرتك قلته من يناير إلى يونيو، وأظن السنة ما فيهاش إلا نصين 6 شهور كله، صحيح. هو مش واضح كمان في البيان دوت فين المباراة، يعني لغاية دلوقتي بالزبط. مش واضح من خلاله. بالزبط. تحت ضغوط الرعاية والمال وهو جزء هام بل ومفصلي جدا في إدارة الكرة، لكن كمان لابد من شريكك أن يحرص على الجزء الفني للأندية المتبرية للكرة الأفريقية وعلامتها هيكون بطل أبطال الدوري وبطل الكونفدرالية نهضة بركان. وبالتالي لا يمكن أبدا الخضوع من وجهة نظري الكاف بقى
لهذه الطريقة في التفاوض، اللي هي طريقة لما نشوف احنا اجندتنا فاضية امتى، ما هي دي كمان هنتفق امتى كمان على الملعب.